You built it. Yeah, but I built it for you. Henry! And acting in self-defense can often be traumatic. How are you feeling? You're acting like nothing happened. I can't sleep. Not until I know what they were after. I was under the impression that Corrales was safe. We've had some missing persons in town. We think these men were involved. What if there are more of them out there? We're tracking a few leads. Put the tone. What were you doing across town earlier? There is something I think you should know. You're not hiding anything from me, are you? Everyone is keeping secrets. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم على الفيلم الجديد اللي نزل على شبكة نتفليكس النهاردة. الفيلم اسمه انتروجن. الفيلم بطولة فريدا بنتو ولوجان مارشال جرين، والفيلم من اخراج ادم سالكي. الفيلم بيحكي عن زوجين سعيدين، هنري وميرا. فللأسف في يوم ميرا بتكتشف ان هي بتمر بمشكلة صحية، وهنري بيدعوها للعشاء في احدى المطاعم. وفي وقت ما هم قاعدين برا بيقول لها ان هو لاحظ المشكلة اللي هي بتمر بيها، وبيوعدها انه هيقف جنبها عشان يمروا من المشكلة دي مع بعض. فبعد ما قضوا الأمسية وهم راجعين للبيت بيكتشفوا مشكلة جديدة، وبيبتدي احداث الفيلم. رأيي في الفيلم الصراحة يعني مش وحش، يعني مسلي بعض الشيء برغم القصة المتكررة، وان المشاهد ممكن يتوقع احداث القصة بسهولة، وبرغم كمان سذاجة عرض الاحداث وسذاجة البطلة في اتخاذ القرارات في الفيلم عشان تحل اللغز وتوصل لحل المشكلة اللي هي فيها. فبرغم الحاجات دي كلها يعتبر مسلي مش وحش. ده بالاضافه كمان ان المخرج ما استغلش القدرات التمثيليه للوجان مارشال جرين بعد ما شفناه في فيلمه الجميل ابجريد اللي كان نزل سنه 2018، فكان تمثيله الصراحه في الفيلم ده عادي جدا. ده بالاضافه كمان للنجمه فريده بنتو اللي تعتبر في الفيلم ده عاديه خالص، ومفيش برضه اي حاجه جديده. فللاسف فيلم زي ده بممثلين زي دول كان المفروض يبقى احسن من كده. اما بالنسبه لمده الفيلم فكانت حوالي ساعه ونص، وانا كنت شايفها مده كويسه ومش وحشه. خلاصة الكلام، فيلم انتروجن فيلم شفناه قبل كده كذا مرة، فلو المشاهد ما عندوش افلام خالص يتفرج عليها الفيلم ده يعتبر مناسب. تقييمي لفيلم انتروجن هو 5/10. واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب، عجبهم ليه؟ واللي اتفرجوا وما عجبهمش ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وسلام.